اخر البوستات عندي بتكلم عنهم دايما في اعيادهم ببارك لهم. فانا بحب البلد واي دعوه هتجيلي من البلد دي حاجه تشرفني اكيد. بغيت غير نقول واحد المعلومه، ان كنشكرك اول حاجه زينه على تواجدك معنا، كنشكرك على الكلمه الطيبه اللي قلتي في حقي. بغيت نقول لكم ان اول مكالمه كانت بيني وما بين زينه، اول ما سمعت انه المهرجان في المغرب قالت لي ما يمكن ليش نسول على اي سؤال، المغرب دول حبايبي. ممكن كلنا نستعمل الميكروفون؟ السلام عليكم زينة، معك علاء صحفي من قناة شوف تي في. أول حاجة كنشكر مهرجان كذا. ميرسي علاء، هو سؤالك حلو الصراحة. بص أنا ما كانش عندي بصراحة معرفة قوي بالسينما المغربية لغاية ما كنت في لجنة التحكيم في مهرجان اسكندرية، والحقيقة إنه لجنة التحكيم يعني أنت بتشوف كل الأفلام وتحاول ان انت تدي رايك وتقيم اعمال للزملاء المشاركين في المهرجان. فكان من حظي انه كان في ثلاث افلام مغربيه مشاركه في المهرجان، وانا كنت في لجنه التحكيم في افلام الطويله، فاتفرجت واعجبت بيها قد ايه هي مش ما فيهاش كم الاحتراف الفظيع وما فيهاش كم الابهار، بس فيها براءة، فيها حاجة تمس القلب. كانوا جايبين، كان في فيلم من الأفلام أنا لغاية دلوقتي مش قادرة أنسى قصته لغاية دلوقتي، بتاع بنت أنا مش عارفة اسمها، أنا آسفة، بس هي عملت الفيلم ده بس مغربية، وكان المفروض إن هي بتحب واحد وبيضحك عليها بياخدها بره المغرب علشان تشتغل. هو بيتكلم عن المغتربات، وده موضوع مهم جدا 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 جدا، خصوصا انه في بنات عايشين في دولنا العربيه كلها ممكن يضحك عليهم وحد ياخدهم في غربه بره فيلاقوا مستقبل مظلم، فيمشوا في طريق هم اساسا ما كانوش عاملين حسابهم وراحوا في الطريق ده بسبب الحب. والبنت كانت نهايتها وحشه قوي انها اتقتلت في الاخر، فكانت بصراحه مأساة. فبدات اتعاطف مع شويه شويه الفيلم، دخلني على الشعب المغربي لغايه ما بقيت اجي عايزه اشوفهم هم زي البنت اللي انا شفتها في الفيلم ولا لا، فقد ايه الفيلم ممكن يوصل انه البني ادمين يحبوا شعب كامل بسبب فيلم فيه حزن او فيه معاناه او فيه حاجه تمس بلد. فهي دي معرفتي بالسينما المغربيه، غير ان انا بتفرج على حاجات على نتفليكس او او اسان، ساعات بيعرضوا افلام مغربي بس بتفرج عشان عايزه اتعلم اللهجه. لما تاني ما تشوفونيش خالص في المغربي احسن. خلينا في المصري. سلام زينه، مرحبا بك في المغرب. نجاح الفلوس طبعا الحمد لله. ايه سبب نجاح الفلوس؟ في عوامل كتير قوي. اولا طبعا علشان بس من يعني ندي كل حاجه حقها بالظبط، سبب نجاح الفلوس هو طبعا في الاول خالص الفيلم، يعني الفيلم كمخرج وكسيناريو وكقصه تامر حسني بالمناسبه، الفيلم نفسه فيلم حلو وجديد. السبب نجاح التاني انه كل العوامل الحمد لله كانت كويسه جدا، طلعنا فيلم بشكل كويس، زائد كمان مش هننكر نجوميه تامر، يعني تامر ما شاء الله عنده نجوميه في الوطن العربي كله مش في مصر بس، وعنده جمهور رهيب، فطبعا ده ساهم انه بس مش ده الاساس، يعني الناس لو حد زي تامر عنده نجوميه كبيره قوي 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 الناس بتدخل الفيلم، ما عجبهاش خلاص بيخشوا يخرجوا يتكلموا على الفيلم انه وحش، ومحدش بيخش، مفيش نجوميه بتشفع لعمل ان الناس تدخله، مفيش حد هيضحي بفلوسه ووقته عشان يخش يتفرج على حاجه مش حلوه او سامع انها مش حلوه. فاقبال الناس لانه الفيلم الصناعه بتاعته جيده والعوامل بتاعته جذابه، زي مثلا نجوميه تامر حسني، كلنا ممثلين الحمد لله، الناس يعني
تتقبلنا الحمد لله. خالد الصاوي نجم كبير وله جمهوره ونجم مهم وممثل قوي جدا. معنا كمان محمد سلام كوميديان فظيع، انا يعني من اشد المعجبين بيه الصراحه. معنا عائشه بن احمد، المخرج سعيد المروق، مخرج مختلف وعنده كاميرا ورؤيه مختلفه وعنده حب للصوره وحب للممثل. يعني انا عن نفسي طالعه معاه بشكل مختلف، كلنا الحقيقه حتى تامر كمان. فكل العوامل دي اللي ادت الحمد لله ان هو ينجح مع الناس الحمد لله، وان شاء الله يعمل اكتر واكتر ان شاء الله. الاقي مشروع تاني قريب ليكي معاه، واخبار رمضان معاكي ايه السنه دي؟ في جديد ولا لا؟ ازيك اول انت عايش هنا؟ يا بختك. اولا الكيمياء اللي بيني وبين تامر او كده انا مش المفروض ان انا اللي اتكلم عنها، هو الجمهور هو اللي بيتكلم عنها. يعني انت اللي تقول لي ايه رايك يعني، خلاص انت قلت الناس بتقول، بس انا ما ينفعش اتكلم لانه ده طبعا اخويا وصديقي من زمان قوي، وانا فرحانه بنجاحه وفرحانه باسمه اللي بيكبر يوم عن التاني، لان اكيد هو هيفرح لي وانا هفرح له. تامر كمان مقدم دور مختلف قوي ومقدموش قبل كده، وهو ما شاء الله ذكي وبيتطور من حاجه لحاجه. رمضان لا، مفيش حاجه في رمضان السنه دي للاسف. شكرا. بصي في ادوار كتير قوي ما عملتهاش، انا حاسه انه لسه عندي كتير قوي وعندي طموح كبير وعندي عندي حب لتقديم شخصيات البنت او الست في المجتمع العربي مش المصري بس. احنا عندنا مشاكل كتير قوي ما بتخلص، ومش انا الواحد اللي هقدمها كلها، وبتتقدم من ساعه السينما المصريه ما اتعملت من ايام استاذه فاتن حمامه، استاذه شاديه، سعاد حسني، كل الناس الاساتذه الكبار مرورا بالاستاذه نجلاء فتحي، فنانه كبيره طبعا وعملت روايات عظيمه في السينما المصريه. عندي طموح كبير قوي، بس هي المشكله ان انت ما بتقدريش ان انت تنفذي طموحك ده بسهوله، علشان هي السينما ذكوريه اكتر منها نسائيه. يعني لو جالك فيلم بيناقش قضيه نسائيه يبقى عندي حظك حلو، مش ممكن ان انت تقومي فيلم كده، لانه هما الموضوع كوميرشال اكتر، يعني الفلوس بتتحكم اكتر. بس انا الحمد لله كان لي حظ كبير قوي ان انا عملت فيلم، وانا بعتبر نفسي ان انا ده من اهم الادوار ومن اهم الافلام ومن اهم كل حاجه في حياتي، وحسيت بجد ان انا قدرت ان انا اعمل حاجه للبنت للست بنت من مصر. فده بالنسبه لي من اهم اعمالي، ما كانش يعني هو الفيلم الوحيد اللي انا بشوف ان انا عملت حاجه كويسه الحمد لله. فيلم من إخراج سعيد المروق، سعيد المروق كان عارفه أنه مخرج لبناني، فما الفرق بين تعامل مع مخرج لبناني برؤية ديال عمل مخرج أصلا كيدير الكليبات وعنده أعمال ناجحة، الفرق بينه وبين مخرج مصري؟ السؤال ده رده سهل، يعني ممكن أقولك في كلمة، الفرق ان هو ده جنسيته لبناني وده جنسيته مصري، وفي الاخر كلهم مخرجين. هي بتفرق معرفش بتفرق في ايه، هو المخرج مخرج. انا اتعلمت شويه انه المخرج هو المدير بتاع كل الناس وهو اهم واحد في صناعه العمل، وان انا المفروض اسمع كلام المخرج، لبناني بقى مصري هي مش هتفرق. بس سعيد بالنسبه لمصر يعني ده ما كانش اول فيلم ليه، وكمان سعيد دارس، وسعيد لما بيعمل حتى الكليبات بتاعته هي بتنجح. عارفه ليه؟ علشان بيبقى فيها قصه قصيره كانك بتعمل فيلم قصير، فبيبقى ليها معنى مع صوره حلوه فبتنجح وبتكسر الدنيا. فسعيد بالنسبه لي مخرج كبير وموهوب وساعدني جدا، وعايزه اشكره قوي 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 على توجيهه وعلى الشكل المختلف اللي طلعني بيه، وعلى ان هو قد ايه وقف جنبي علشان في الاخر اطلع بصوره ترضيكم الحمد لله. الكلمات اللي كتعرفي باللهجه العاميه المغربيه والاطباق المغربيه اللي كتعرفي. حلوه ده، غير كل الاسئله تبقى حلوه. بص اعرف علشان انا معظم
الفانز بتوعي من المغرب كتير قوي استنى، فهم بيحاولوا يعلموني لانه انا علاقتي بالفانز اللي هم الجامدين اللي من زمان اللي عاملين روابط وعاملين حاجات علاقه بقت شخصيه، بقيت اعتبرهم اخواتي وبنتكلم فبيحاولوا يعلموني عشان اعرف اتكلم معاهم. فمثلا كانوا يقولوا لي استنى كان حماق عليك، كان حماق عليك اهي فاتوما كان حماق عليك بالزاف في حاجه بحب قوي لما حد يقول لي غزاله بنبسط قوي غزاله ايه تاني بحب الحريره، بحب الكسكس بالخضار، بحب الباستيلا باستيلا انتوا بتهته صح بحب في حاجه تاني اسمها ايه اللي هي اللي جواها حاجه عامله زي الجلاش عامله لا الحمراء رفيسه هي دي بس المسكره اللي بالسكر بس لا دجاج لا ما باكلش دجاج بالسكر يا زوج طب ناس الطبخين اكل مغربي لا بس جبت كل العدة في البيت يعني جبت بتاع اللي هو بتاع الطواجن والغطا بتاع كل حاجه في كل الوان بس فاضل اتعلم مفيش زي الكشري برضه كشري انا استاذه كشري امي بقى استاذه كشري ان شاء الله نكون خفاف عليكم ان شاء الله بتمنى الساره والتيم اللي معاها والمهرجان كله ان شاء الله ان هو ينجح ويبقى من اهم الحاجات ان شاء الله ومبسوطه قوي ان انا معاكم ومبسوطه ان انا قابلتكم مبسوطه بزمايلي الموجودين من مصر وكل الفنانين اللي موجودين اكيد مبسوطه ان انا وسطهم ان شاء الله نبقى يعني عملنا حاجه جديده مفيده في البلد الجميله اللي كلنا بنحبها وبنموت فيها ميرسي ليكم قوي وعايزه اقول لكم على وصيه اوصيكم وصيه اوعوا لما نلعب كوره مع بعض نزعل من بعض اوعوا يعني انا لما والله العظيم لما المغرب فريق المغرب بيغلب انا بنبسط قوي بس لما يغلب مصر هو بزعل ميرسي 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 ليكم خالص ميرسي شكرا لك شكرا لوجودك معنا فنانه زينه شكرا